عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أحمدك ربي حتى ترضى، وأحمدك ربي إذا رضيت، وأحمدك ربي بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا وقائدنا ومعلمنا ومخرجنا بإذن ربه عز وجل من الظلمات إلى النور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، علاقة الإنسان بالدنيا وبالوقت هي علاقة خسران. ربنا عز وجل خلق الزمن وخلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل الكتب وبعث الرسل من أجل شيء واحد، من أجل أن يعبد الناس الله. ليس للناس في هذا الكون شيء يهتمون به إلا عبادة الله تبارك وتعالى، لقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولكن العبادة ليست كما تعلمنا في المدارس. في المدارس قسموا العبادة والمعاملة، فيقولون هذا فقه العبادات، ويقصدون الوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج. ثم يقولون هذا فقه المعاملات، ويقصدون كل ما سوى العبادات. ربنا عز وجل ما فرق بين العبادة والمعاملات. العبادة تشمل كل شيء في الدنيا. قل إن صلاتي
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. أي أن ربنا عز وجل أمرنا أن تكون الصلاة والزكاة والصوم والتجارة والزواج والسياسة والاقتصاد والثقافة لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، بذلك أمرنا جميعا وأنا أول المسلمين. لكن أيها الإخوة الأفاضل، بعض الناس يربطون علاقتهم بالدنيا وبالوقت بعلاقة الخسران، لأنهم يعتقدون أنهم حينما يكونوا ناجحين في تجارتهم أو في صناعتهم أو في سياستهم أو في ثقافتهم أو حتى في بعض ما يشتهر بعض الناس من مختلف الرياضات والفنون، ويلتف حولهم الناس ويهتفون بحياتهم، يظنون أنهم ناجحون، يظنون أنهم فائزون. وربنا عز وجل جعل الفوز والنجاح فقط في عبادته، جعل الفوز والنجاح فقط في الاستثمار في الدنيا لكن من أجل الآخرة، وحذر الناس جميعا بمن فيهم المؤمنون، حذر نحن أيضا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك، أي من تلهي أمواله أو أولاده أو صناعته أو تجارته أو سياسته أو ألعابه الرياضية عن ذكر الله، فأولئك هم الخاسرون. والخسارة أيها الإخوة الأفاضل نوعان: هناك خسارة دنيوية تتعلق بالمادة، وهي خسارة عوض. يمكن للإنسان أن يخسر في تجارته فيعوضها، يخسر في صناعته فيعوضها، في سياسته، في انتخاباته فيعوض ذلك، في دورة رياضية إن كان بطلا رياضيا أو كان هاويا أو محترفا يعوض ذلك في المناسبات المقبلة. لكن حينما يخسر الإنسان علاقته بالله، علاقته بملائكة الله، برسل الله، بكتب الله، باليوم الآخر، تلك خسارة غير معوضة. يقول ربنا عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال، أي هل تريدون أن أعرفكم بالأكثر الناس خسرانا في الدنيا وفي الآخرة؟ نحن لا نعلم. ربنا عز وجل يقول: الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعتقدون أنهم ناجحون لأن معهم الأموال، معهم الناس، معهم الجماهير تهتف بأسمائهم، يحتضنونهم، يستقبلونهم، يظنون أن هذا الاستقبال والحفاوة نوع من الربح. يقول: هؤلاء أخسرون أكثر خسرانا في دنياهم وسوف يكونون أكثر خسرانا في آخرتهم. الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أو يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، نزلت وانتفخت وانتهت، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. بل إن ربنا عز وجل يكشف سرا أكثر من هذا وأخطر. يقول: هناك بعض العباد، بعض من يترددون على المساجد ويحجون ويصومون ويزكون ويفعلون كل مظاهر العبادة الظاهرة الخارجية، لكنهم يفعلون ذلك على حرف. ما معنى حرف؟ أي على مصلحة أو على تطرف، كما قال علماؤنا فيما فسر القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على مصلحة، مصلحة دنيوية، أو على تطرف بالترخص والاستمرار فيه أو بالتشدد الكبير، وهذا مرفوض وهذا مرفوض. هؤلاء يقول ربنا عز وجل: فإن أصابه خير اطمأن به، إذا ترخصه أو تشدده أو طلبه للمصلحة جاءه بخير، جاءه بأموال، جاءه بمعارف وشبكة علاقات، ارتفع في الدنيا، صار معروفا، صار مشهورا، صار ينادى باسمه، يهتف بحياته، يظن أنه رابح، فإن أصابه خير اطمأن به. وإن أصابته فتنة، إن فتن في دينه، فتن في إيمانه، فتن في صلاته وزكاته وصومه وحجه، فتن في دعوته، فتن في ما يقوم به من أجل نشر الدين، من أجل بعث الدعوة، من أجل إيقاظ الهمم، من أجل غرس القيم، من أجل التعريف بالإسلام، من أجل نشر هذه الدعوة في كل الآفاق، أصابه فتنة في ذلك، انقلب على وجهه، ترك كل شيء. إن بعض الناس يحبون أن يعبدوا الله من غير أن يدفعوا شيء،
لا من أموالهم ولا من جهدهم ولا من قوتهم ولا من صحتهم ولا من تفكيرهم ولا من عرقاتهم، يعبدون الله بالمجان. وهم يدركون أن العيش له ثمن. أنت حينما تعيش هنا في هذه الديار لابد أن تدفع غرامة، لابد أن تساهم في تنمية هذا الوطن، لابد أن تشارك بما تدفع للبلدية أو لغيرها مما تنمو بحياة الناس. ولكن بعض الناس يريدون أن يعبدوا الله عز وجل من غير أن يدفعوا أي شيء، لا من زكواتهم ولا من صلواتهم ولا من عباداتهم. ناهيك أن يفتنوا فيما يريد ربنا عز وجل أن يبتلي به الناس. إن قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ما كان قد ربحه في الدنيا ضاع، لأنه سوف يترك وراءه. ما سمعنا ولم نسمع إلى يوم القيامة أن إنسان مات ثم أخذ معه شيء مما كان قد أخذ. حينما يموت رئيس الجمهورية لا يكتب على قبره هنا يموت رئيس الجمهورية، هنا مات أو هنا دفن فلان بن فلان، ولد يوم كذا وتوفي يوم كذا. ما يقول مات الملياردير الفلاني، هذا قبر الملياردير الفلاني، هذا قبر المغني الفلاني، هذا قبر رائد الكرة أو رائد كلام الرياضات الكبرى الفلاني. هنا ينام الفقير العفو فضل ربه، الفقير العفو ربي فلان بن فلان. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسار المبين. يا أيها الإخوة الأفاضل، ما أريد أن أصل إليه أن ربنا عز وجل حينما ينادي بصيغة يا أيها الذين آمنوا وجب أن ننتبه. ربنا عز وجل يا أيها الناس للمجموع المؤمنين والكافرين والمرافقين يا أيها الناس، ثم ينادي يا أيها الذين آمنوا، يعني نداء خاص لكم أنتم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. احذر أن تغتر بمالك، احذر أن تغتر بالمنصب الذي أنت فيه، احذر أن تغتر بالقوة التي أنت عليها وأنت شباب، بما عندك من علم، بما عندك من شبكة علاقات ممتدة في القارات الخمس. خاصة اليوم في عصر المعلوماتية هناك من عنده علاقات في القارات الخمس. احذر، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، عن الارتباط بالله. وإذا فعل ذلك واحد منكم، ومن يفعل ذلك منكم، فأولئك هم الخاسرون. تضيع الدنيا وتضيع التجارة والصناعة والثقافة والسياسة والمجتمع ويخسر الإنسان، فأولئك هم الخاسرون. ماذا نفعل يا رب؟ ربنا عز وجل أمرنا أن ننتبه باستمرار إلى أننا خلقنا لنعبد الله، أننا خلقنا لنستثمر في الآخرة. الاستثمار في الدنيا ممتاز، نعمل مال صالح لرجل صالح، لكن حينما تستثمر في الدنيا اعلم أنك سوف تترك كل ما استثمرته وراءك وتحاسب عن كل ما استثمرته يوم القيامة. فأيها الإخوة الأفاضل، أنصح نفسي وإخواني وأبائي جميعا بأن يراجعوا أنفسهم مراجعات ليلية كلها، كل ليلة على الإنسان يضع رأسه على المخدة لينام، يسترجع أفعال يومه ورد يومه. ماذا صنعت؟ استيقظت الساعة الثالثة صباحا، ثالثة ونصف، رابعة، ماذا فعلت؟ من الساعة الرابعة صباحا إلى منتصف الليل ماذا صنعت؟ ماذا قدمت لله؟ ماذا قدمت لعباد الله؟ ماذا قدمت لديني؟ ماذا قدمت لأمتي؟ أو كما كان يقول أخي الفاضل قبل قليل، ماذا قدمت لأشقائي في فلسطين؟ للمسجد الأقصى؟ ماذا قدمت للبشرية؟ أي قيم زرعت؟ فإذا وجد أن حسناته راجع على سيئاته يحمد الله تبارك وتعالى وينام نومة هنيئة. أما إذا وجد غير ذلك عليه أن يضع في حسبانه أن يستيقظ غدا صباحا ليكون يومه اليوم خير من غده، وغده خير من يومه، وتستمر الأمور على الصورة لكي يكون يوم القيامة إن شاء الله من الفائزين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه تجدوه غفور رحيم إن شاء الله. بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نخرج أيها الإخوة والسادة الأكارم بثلاث خلاصات لابد أن تظل راسخة في الذهن على الأقل الأسبوع، لأن الجمعة هي المحطة التي يتزود فيها المؤمن بما يكفيه لمدة أسبوع، كما تتزود السيارات بالبنزين ولغير ذلك من الطاقات لتستمر في سيرها في الطريق لمدة معينة
يتزود المؤمن في اليوم 5 مرات، صلاة الصبح والظهر والمغرب والعشاء، ثم في الجمعة، ثم يأتي رمضان، ثم الزكاة. وكذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن المؤمن الذي يحافظ على هذه المحطات لن يخيب إن شاء الله. الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال ربنا عز وجل يعطيني من حق قوم، ربنا عز وجل يعطيك قوم كوريكتور تستصحبه يوميا، يعني عندك 5 صلوات في اليوم ما تختلف من بعض الآثام الصغيرة التي يسميها القرآن الكريم اللمم، الأشياء البسيطة الخفيفة التي يطعو فيها كل إنسان في أعماله في محيطه، تمحوها صلاة الصبح، ثم الصلاة الظهر، ثم المغرب، ثم العشاء مع النوافل. فإن بقي شيء جاءت الجمعة، فمحت ما ترتب بين الجمعة والأخرى، يعني قرب أقوى شوية، كوريكتور أكثر تركيزا. فإذا بقي شيء يأتي رمضان، ورمضان كما تعلمون في اللغة العربية رمضان أحرق الرمض، يقول لك كالمستجير من الرضاء بالنار، رمضان يحرق الذنوب، يطلقها يشعلها، فيأتي رمضان يحرق كل هذه الذنوب. فإن بقي شيء، الزكاة أيضا تزكي النفس، ترفع القيم، تجعل الإنسان متوازنا مع الله تبارك وتعالى مطمئن. ثم يأتي الحج، وهو المحطة الدهرية مرة في الدهر، يعني حجة العمر أو حجة الإسلام، ليمحو كل ذلك. فإذا حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من حجه كيوم ولدت أمه كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك الدرس الأول ما هو؟ الدرس الأول الذي ينبغي أن تحفظوه هو أن الخسارة في الدنيا لا تتعلق بالمادة، المادة معوضة. الخسارة أو الخسران المبين كما يسمى القرآن الكريم هو خسران الدين، الدين لا يعوض. إذا فاتتك صلاة حتى لو قضيتها لا تسمى صلاة، قضيتها نعم ليس عليك شيء، ولكن ليس كالصلاة على وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في الوقت، والزكاة والصوم والحج وسائل الأعمال. ذلك واحد عنده والده أو عنده والداه ينساهم لمدة 3 سنوات، ثم يقول سوف أعوضه، يعني 3 سنوات 4 سنوات ما شافه ما رأه، ثم يقول سوف أعوضه وأخذهم إلى الحج وأجمعهم في رمضان في مكة المكرمة. هذا لا يعوض، لا يعوض. صحيح أنك أعطيت شيء كفرت عن بعض الذنوب لكن لا تعوض. واحد ما دفع الزكاة هذا العام والعام الذي يليه، ثم يقول سوف أدفع بعد 10 سنوات أدفع كل شيء لله تبارك وتعالى، لا يعوض. كل شيء في أوانه، ما يمكن أن تعوض. ولذلك علينا أن نجتهد في أن لا نخسر شيئا من أمور ديننا، ولو ذهبت بعض الدنيا سوف تعود، أو إن لم تعود لا شيء فيها، لكن حينما يضع الدين، حينما يضيع الدين، حينما تضيع القيم لن تعود أبدا. الأمر الثاني أيها الأخوة الأفاضل، الدين كما أراده ربنا عز وجل 3 دوائر رسائل. الدائرة الأولى تربطك بالله تبارك وتعالى، تقوى. حينما تكون تقيا أو تجتهد في أن تكون تقيا فقد ملأت الدائرة الأولى التي تربطك بالله، دائرة علوية. الدائرة الثانية دائرة ذاتية، توبة تربطك بنفسك. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام وما ركم رسول الله يستغفر في اليوم 70 مرة. فأنت إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام معلم البشرية الخير يتوب إلى الله ويستغفره اليوم 70 مرة، فينبغي أنت أن لا تنزل تحت هذا المستوى، دائرة التوبة. الدائرة الثالثة دائرة الخلق الحسن مع الناس، وهكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت. الدائرة الأولى تربطك بالله تقوى، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الدائرة الثانية توبة بنفسك، وخالق الناس بخلق حسن. ونحن أيها الإخوة الأفاضل، أقول نحن في العالم الإسلامي ربما كنا بارزين وناجحين ومبدعين في دائرة التقوى، أكثرنا أتقياء والحمد لله، ونزكي على الله عز وجل، علاقتنا بالله عز وجل جيدة. ما تكاد تجد من الناس إلا قليل من علاقتهم ليست جيدة، علاقتنا بأنفسنا في التوبة والاستغفار أيضا جيدة، ولكن أكثرنا راسبون في دائرة العلاقات مع الناس الخلق الحسن. والإسلام إنما يقترب الناس منه أو يبتعدون عنه بمقدار أخلاقهم مع الناس.
والمسلمون يقتربون أو يبتعدون من رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بالخلق الحسن. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسطة الوجه وحسن الخلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من التوابين ومن المتطهرين ومن عباده الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارحمنا فإنك من راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واغفر لنا فيما نرجو به المقادير، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم شيوخنا، وارحم من سبق بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.